فيلم طموح بلا حدود. فيلم طموح بلا حدود للممثلة سبيدة. راعيدو هو سبي هو اسمه الفيلم باسمه. سبيدة طموح لا يعرف الحدود. لا غلط. طموح لا يعرف القيود. سبيدة طموح لا يعرف الحقوق. سلام آقای اینشتین. من وقتی مستند زنوشه انصاری رو دیدم کلی انرژی و انگیزه گرفتم. قرار هست امشب برم رصد و باز نظارگر آسمون باشم. It's a film about an Iranian girl who is ambitious about science of stars. ايش هي الصعوبات اللي كانت تواجهها عشان تحقق حلمها؟ كورش كلها دارت من مركز رسد ميرم مطمئنم ده نفر دیگه پشت من میرسد من هیچ وقت هره نستم. فيلم رائع هو حقيقة كنت كأني أنا داخل الفيلم أصلا. Connect us to her life directly. She never loses the hope that she will study science of stars.